بفتتح توقعاتي بلوحة عنوانها الدهشة، بس نشوف مكافحة الفساد بطلت شعار ورؤوس فاسدة عم تتحاسب وبواب السجون عم تنفتح لتستقبل بعض اللي مصوا دم الشعب، هيدي دهشة. بس نشوف لأول مرة تحركات المجتمع المدني عم بتبلش تحقق أهداف وتسجل نقاط وتقبع مسؤولين من مراكزهم، هيدي دهشة. وقت اللي رح نشوف الجالية اللبنانية عم تتجمع وتقوم بتحركات وتحط قدراتها المعنوية والمادية لدعم لبنان، دهشة. وقت اللي رح نشوف الولاء عم يتحول من ولاء لطائفة أو حزب أو زعيم أو عيلة أو طيار أو بلد أجنبي تيصير ولائه للوطن لبنان، دهشة. وقت اللي رح نشهد حركة شبه انقلابية بشارك فيها رجال دين ودنيا وعسكر تترك